السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة اشرح لي. النهاردة إن شاء الله نعرف رقم تليفون سفارة قطر في المجر أو رقم السفارة القطرية في المجر. رقم التليفون هو 00-36-13-92-10-10. يبقى تاني، رقم سفارة قطر في المجر أو رقم السفارة القطرية في المجر 00-361-392-10-10. بكده بنكون أوضحنا لحضراتكم الرقم. إن شاء الله استنونا في فيديوهات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.